القرآن الكريم بشكل عام يركز على ضرورة اتباع العقل والعقلانية، بمعنى التزام الموضوعية في التفكير في الوصول إلى النتائج في القرارات التي يتخذها الإنسان في عملية التقييم، اجتناب الظن قدر الإمكان والاعتماد على الدليل والحجة والبرهان فيما نتبنى من آراء وفي القرارات التي نتخذها ما أمكن. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. هل هذا صحيح؟ هل هذا هو المنهج المقبول قرآنيا؟ تقول الآية الشريفة: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. صدق الله العلي العظيم. بحسب أحد الباحثين هناك أكثر من 300 آية في القرآن الكريم، ونحن نعرف بأن عدد آيات القرآن أكثر من 6000 وأقل من 7000. قرآن أكثر من 300 آية هي تدعو إلى إعمال العقل والتفكر والتزام البراهين، وعندما تأمر النبي الأكرم محمدا صلى الله عليه وآله تقرن ذلك بالدليل وبالحجة والبرهان. يعني نحن نتكلم عن قرابة 5% من القرآن الكريم، من آيات القرآن، هي تسير في اتجاه إعمال العقل والتعقل والعقلانية واعتماد الحجة والبرهان والدليل. الآن أقدم لكم مجموعة من الحالات التي يمكن تصنيفها على أنها مخالفة لاتجاه العقلانية. واحد منها: عندما نبني قراراتنا على أساس عاطفي بحت دون تفكير ودون الالتزام بالحجة، هذا مورد من الموارد. مورد الآخر: اتباع الهوى والغرائز والشهوات دون تفكير، وعلى أساسها نتخذ الخطوة التالية. بل ربما أحيانا نفكر ونصل إلى نتيجة مخالفة لما تهواه أنفسنا، ولكن مع هذا نقبل على ما تدفعنا إليه أنفسنا اتباعا للهوى وللغريزة، ونترك الحكم العقلي. هذا أيضا من الموارد المخالفة. ولذا عن علي عليه السلام أنه قال: آفة العقل الهوى. آفة العقل الهوى، يعني ما الذي يفسد على العقل دوره؟ اتباع الهوى، الهوى وضغط الهوى النفسي. المورد الآخر: الاعتماد على العقل الجمعي، بتعبيرهم حشر مع الناس عيد، يعني لا أعتمد على تحليل الشخصي وقراءة الشخصية واعتماد الأدلة والحجج على الموضوع، ولكن أرى الناس في أي اتجاه يسيرون أكون معهم، صح أم خطأ أنا أوكلت أمري إلى الآخرين، وبالتالي بنيت موقفي على أساس العقل الجمعي. عن الإمام الصادق عليه السلام وهو يبين خطأ هذا الأسلوب في اتخاذ القرار والموقف، يقول عليه السلام كما روي عنه: لا تكونن إمعة، تقول أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس، يعني حشر مع الناس عيد. لا تقول هذا ولا تتصرف بهذه الطريقة، أنت فكر، أنت اتخذ قرارك، أنت وازن وقيم الأمور. رابعاً: بناء المواقف من خلال التقليد الأعمى، تقديساً لتراث الآباء والأجداد دون تفكير. هذا لا يعني أن الآباء والأجداد دائماً على خطأ،
وإنك ما تتبع منهجهم، ولكن اتباع منهجهم من دون تثبت، من دون إعمال العقل والتفكير، من دون البحث عن الأدلة والحجج، هذا يعتبر أيضا منهج خاطئ لا يلتقي مع المنهج العقلاني. يقول عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، ما هي ردودهم؟ قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أيضا سيتبعون كلام آبائهم ومواقف آبائهم وأجدادهم ويأخذون عنهم؟ لا، إن كانوا على حق نتبعهم، وإن كانوا على باطل نخالفهم. الأمر الخامس، الحالة الخامسة، المواقف الانفعالية الخاطئة نتيجة حالة غضب، نتيجة حزن شديد، نتيجة حالة صدمة وأمثال ذلك. أيضا هذه قد تؤدي بنا إلى اتخاذ قرار يكون غير عقلاني، ليس قائما على الحجة والدليل. الآن لو راجعنا التراث المروي عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام فيما له علاقة بدور العقل في حياة الإنسان المؤمن، وكيف أن العقل يمثل حجة بين الإنسان وبين الله عز وجل، وضرورة التزام العقلانية والحذر من اتباع الظن، لوجدنا الكثير مما روي في هذا الاتجاه. وهذا أثر على بعض مؤلفات علمائنا الأقدمين الذين جمعوا الأحاديث وصنفوها وفهرسوها، فنجد أنهم وضعوا أحيانا في بعض مؤلفاتهم وضعوا باب العقل أو باب العلم أول باب في مصنفاتهم. هذا دليل على ماذا؟ على أنهم أدركوا أن هذه المدرسة، مدرسة جعفر الصادق عليه السلام، مدرسة أهل البيت عليهم السلام، تعطي الأهمية، كل الأهمية، لدور العقل والعلم والابتعاد عن الظن، إلا عندما يأتي الدليل ويقوي هذا الموقف، حين ذاك يكون الموقف والقرار بناء على هذا. نجد مثلا الإمام الصادق عليه السلام يؤكد على أن العقل قوة صالحة للحكم على الأشياء، وميزان قويم يزن به الإنسان الأمور، بحيث يعرف أن هذا الأمر صالح أم أنه فاسد. روي عنه عليه السلام أنه قال: من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. من كان عاقلا، اللي يعمل عقله يجد أنه لازم يلتزم بالدين، لازم يكون عنده تقوى، مخافة الله عز وجل، التزام بالدين. ومن كان له دين دخل الجنة. أيضا نجد أن إمامنا الصادق عليه السلام يرشدنا إلى أن العقل حجة من حجج الله تعالى على الإنسان. شنو يعني حجة؟ أنت لما تبي تتخذ موقف، تبي تعرف رأي معين، تبحث عن ماذا؟ تبحث عن الأدلة القوية التي تقول من بعدها: خلاص أنا ما عندي إلا هذا الرأي، صار حجة عليك. عقلك عندما يعطيك توجيه معين، ويكون بعد تفكر وتثبت، ويكون الإنسان بعيد عن الهوى إلى آخره، حين ذاك هذا القرار هو حجة على الإنسان. يقول الصادق عليه السلام كما روي عنه: حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. يعني قد أحياناً ما يصلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحين ذاك الله يحاججك بماذا؟ يحاججك: ألم أعطيك عقلاً تفكر به؟ هل كان هذا التصرف سليم وفق حكم العقل أم غير سليم؟ لماذا فعلت هذا؟ فإذا هناك محاسبة تتم من خلال العقل. ثالثا، الإمام الصادق عليه السلام يبين لنا أن العقل
قابل أن يكون معياراً للإثابة والعقوبة. عنه عليه السلام لما خلق الله العقل قال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن منك، إياك، يعني أيها العقل إياك آمر، لولا هذا العقل لم تكن هناك أوامر إلهية موجهة على الإنسان، موجهة للإنسان بحيث يثاب عليها الإنسان، يحاسب عليها الإنسان، يعاقب على أساسها الإنسان. إياك آمر وإياك أنهى وإياك أثيب وإياك أعاقب. السؤال الآن: هل يلتزم الناس بما في ذلك الإنسان المتدين بالإسلام؟ هل يلتزم الناس بالعقلانية والتفكير الموضوعي والمنطق والبحث عن الحقائق واعتماد الحجة لتكون هي الأساس في تبني المواقف أو اتخاذ القرارات في العادة؟ هذا ما سنتوقف عنده إن شاء الله في الخطبة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوا أرحامكم وعودوا مرضاكم واحضروا جنائزكم وكونوا زينا ولا تكونوا شينا. حببوا أهل بيت نبيكم إلى الناس ولا تبغضوهم إليهم، جروا إليهم كل مودة وادفعوا عنهم كل قبيح، وما قيل فيهم من خير فهم أهله، وما قيل فيهم من شر فما هم كذلك. تحدثت في الخطبة الأولى عن موقع العقلانية في الإسلام من خلال ما جاء في القرآن الكريم وبعض ما روي عن إمامنا جعفر الصادق سلام الله عليه، وتساءلت في نهاية الخطبة الأولى عن مدى التزام الناس عادة بما في ذلك الإنسان المتدين بالإسلام، عن مدى التزام الناس عادة بالمنهج العقلاني وبالبحث عن الدليل والابتعاد عن الظن، بحيث يكون هذا المنهج هو الأساس في القرارات التي يتخذونها وفي بناء مواقفهم بالنسبة إلى الأمور المختلفة. طبعاً أنا لا أتحدث هنا عن القرارات الروتينية التلقائية التي نتخذها يومياً. أحد الباحثين المتخصصين يقول بأن في اليوم الواحد تقريباً كل فرد من عندنا يتخذ 35,000 قرار، كل واحد من عندنا يتخذ تقريباً 35,000 قرار يومياً. طبعاً أكثر القرارات ما نشعر فيها، لماذا؟ لأنها تلقائية روتينية. 99% من هذه القرارات هي من نمط القرارات الروتينية، 1% تقريباً من هذه القرارات هي قرارات غير روتينية. وبالتالي عندما يستيقظ الإنسان من النوم يغسل وجهه، يشرب ماء عندما يعطش، عندما يشعر بالنعاس ينام، عندما يسلم عليه أحد يرد عليه السلام إلى آخره. هذه قرارات تلقائية روتينية تصدر من الإنسان، هي ضمن هذا الرقم الكبير الضخم الذي ذكرناه. وأنا لا أتحدث عن هذه القرارات، وإنما أتحدث عن تلك القرارات التي تحتاج إلى أن الإنسان يتوقف قليلاً، يفكر، ثم يتخذ على أساسها القرار. ماذا أفعل؟ كيف أتصرف؟ أقول هذا، أسكت هني، تحرك يمين، تحرك شمال، إلى آخره. فلنفترض أنني منذ زمن بعيد أعمل في محيط مع مجموعة من الزملاء أو الأصدقاء في محيط عمل معين منذ زمن بعيد، وهؤلاء يلتقون معي في انتمائهم الوطني والديني والمذهبي. عادة تصرفاتي
تأتي تلقائية، قراراتي في كيفية التصرف معهم تأتي تلقائية روتينية اعتيادية. ولكن افترض بأن شخصاً لا ينتمي إلى وطني أو إلى ديني أو إلى مذهبي، ثم يصبح عضواً في هذه المجموعة في إطار العمل، حين ذاك قراراتي في كيفية التصرف معه، لما أرد عليه السلام، حتى السلام شلون أرد عليه السلام؟ ببرود، بحرارة، بابتسامة، هذه أمور غير تلقائية. لماذا؟ لأن هذا صار وضع غير اعتيادي. أنا أتحدث عن هذا النموذج من القرارات التي نتخذها التي تكون غير تلقائية. هل نعتمد العقل؟ هل حكمنا في كيفية اتخاذ القرار حينذاك يكون بناء على المنهج العقلاني؟ غالبية الناس يقولون نعم، والواقع أن غالبية الناس مخطئين عندما يقولون نعم، نحن بالرجوع إلى عقولنا تصرفنا بهذه الطريقة. هناك تحيزات، تحيز بأي معنى؟ بمعنى أن الإنسان يميل إلى اتجاه معين. هذا التحيز قد يكون عاطفي نتيجة العاطفة، قد يكون ذهني، قد يكون فعلي. هذا التحيز في التصرف أو في اتخاذ القرار أو الموقف في مثل هذه الأمور غير التلقائية، عادة التحيز هو الذي يدفعني باتجاه أنني تصرفت بهذه الطريقة أو قلت كذا أو امتنعت عن الكلام أو غير ذلك. بعض هذه التحيزات من القوة، بحيث أن الإنسان يدرك بأن التصرف على أساسها حرام، عليه عقوبة أخروية شديدة، تترتب عليها تبعات دنيوية خطيرة، ومع هذا هو يترك الحكم العقلي بأن لا تفعل ذلك ويتحيز. مثلا قضية مرفوعة ضد أحد الأقرباء، والطرف الآخر ليس من أقربائنا، أو شخص ينتمي إلى ديني أو إلى مذهبي أو إلى وطني والآخر مخالف لذلك، وأطلب أنا للشهادة. عادة الناس اللي ما يرجع العقل ودينه وفطرته وضميره وإلى آخره، يصير عنده تحيز إلى القريب، قد يكون تحيز ذهني، قد يكون تحيز عاطفي، وبالتالي إما أن يشهد لصالح القريب وهو يعرف بأن هذه شهادة زور ويفعل ذلك. ولا تستغربون أن حتى في أوساط المتدينين حصل في بعض الحالات، وهذه يعني تمت مراجعتي فيها، يقول لا أستطيع، أنا في حرج من أمري، فإما أن يشهد زوراً انحيازاً للعاطفة، لا بناء على حكم العقل، لا بناء على التقوى، انحيازاً للعاطفة، عاطفة القرابة، أو أنه على الأقل يمتنع عن تقديم الشهادة وهو شاهد ويستطيع أن يغير الحكم. وهذا ما حذر منه القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا، أنتم آمنتوا مصدقتوا، إذن ماذا يفرض عليكم الإيمان؟ كونوا قوامين بالقسط، مو قيام، قوام صيغة مبالغة، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ذكروا أن القضية وراها منه، وراها رب العالمين، أنت من تشهد الله يحاسبك على هذا الأمر، شهداء لله ولو على أنفسكم. شوف التحيز يصير للنفس مرات، أنا أطلع غلطان، أنا أتحمل المسؤولية، لا، ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما. يعني مرات تحيز للوالد أو الوالدة، مرات التحيز للأقرباء، مرات التحيز لصاحب المال اللي عنده قوة ونفوذ.
فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لا تصورون هذا يطوف رب العالمين، ولا تصورون أن الله يطوف هذا الشيء يوم القيامة. مثال آخر، حالة مماثلة ولكن الطرفين أحدهما أبغضه والآخر لا علاقة لي به، لا إيجابا ولا سلبا، ولا تربطني به علاقة، ما يهمني أمره، ولكن هذا الشخص أنا أبغضه، ما اللي يحصل؟ أن التحيز هنا العاطفي البغض يدفعني إلى ماذا؟ إلى اتخاذ قرار شهادة الزور أو الامتناع عن الشهادة كي لا يحصل الكريدت لهذا الشخص الذي أبغضه. ولذا جاء القرآن مجدداً وبخطاب قريب من الخطاب السابق: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. من تبغض أحد إلى حد كبير لا يدفعك هذا على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذا أبغضت شيئا برزت أمام ناظريك كل عيوبه وكل سلبياته، وهذا من التحيز. الشخص أو الشيء اللي ما أحبه أو الانتماء الذي أبغضه بمجرد ما يذكر أو يكون أمامي كل السلبيات اللي عنده تبرز أمام ناظري، والشخص الذي أحبه أنسى كل سلبياته. هذا تحيز يحصل عند الإنسان بدافع ماذا؟ بدافع عاطفي. وهناك بيت شعر جميل لإمام الشافعية يقول: وعين الرضا عن كل عيب كليلة. كنا واحد يلبس نظارة، هذه ابو شعب استكانة اللي يسمونه شعب استكانة هالكبر، ما يشوف هذا مسكين، يقرب الورقة كذي يدوب يشوف كذي خيال. وكل عين وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدل مساوية. يعني بمجرد ما تكرهه، بمجرد ما تبغضه، سلبياته تصير شنو؟ لست من هني لهناك، ما تخلص. هذه العين الكليلة، هذه العين الكليلة عن الإنسان الذي تحبه، إذا أبغضته يوما ما تصبح مثل الليزر، مثل أشعة الليزر، تخترق الحجب وتستخرج كل عيوبه التي كانت في يوم ما غائبة عن ناظريك. لماذا؟ هذا التحيز اللي يحصل عند الإنسان والذي ينبغي للعقل أن يعمل على خلافه، بحيث أن الإنسان يكون عقلاني، يكون منطقي، يكون موضوعي، يكون عنده تقوى، يخاف الله سبحانه وتعالى. واحدة من صور التحيزات الذهنية هو تحيز الإسقاط. ماذا يعني تحيز الإسقاط؟ يعني أنا على وضع معين، أتبنى أمور معينة، ألتزم بآراء معينة، أنا أشخص أن هذا حق وهذا باطل، أنا أدعي أنني أمتلك كل الحق والطرف الآخر على باطل بشكل كامل. هذا تحيز الإسقاط، عندما آتي وأقيم الآخرين على أساس ما عليه أنا. أنا أتحيز إلى الإسلام وأعتبر أن الإسلام حق، هذا سليم، ولكن من قال بأن كل تصوراتي عن الإسلام سليمة؟ لربما أنا فاهم الإسلام في بعض النقاط بشكل خاطئ، لربما أطبق بعض الأحكام الشرعية في الإسلام بشكل خاطئ، فحين ذاك ليس من المفترض أني أنظر إلى نفسي أقول أنا هكذا، رأيي هكذا، أفعل بهذه الصورة، إذن أنت خطأ وهذا رأي خطأ وهذا موقف خطأ، وأنت 100% خطأ وأنا 100% صواب. لا، هذا الأمر خاطئ. هذا من التحيزات الذهنية الخاطئة التي
تخالف المنهج العقلاني، تخالف اتباع الموضوعية. يجب أن تعطي مجال للطرف الآخر أن يكون مصيب، وحين ذاك تستطيع أن تستفيد منه. يعني واحدة من سلبيات التحيز، تحيز الإسقاط، أنك ما تستطيع أن تستمع إلى الآخر ولا أن تأخذ منه إيجابياته، ما تقدر. ليش؟ لأن دائما تقول هو غلطان أنا صح، فحين ذاك ما تستطيع أن تستفيد منه، وهذا خلل وهذا سلبية. أحيانا بعض الناس يصير نقاش معاهم وكذا، خصوص الاختلاف المذهبي أو الديني، يقول أنا أتعجب شلون هذا الإنسان ما يصير شيعي بعد ما سمع هذا الكلام، شلون هذا الإنسان ما صار مسلم بعد ما سمع هذا الكلام، شلون في هالزمن اللي في انترنت وفي يوتيوب وفي كذا وكذا شلون الناس ما يصيرون مسلمين، أنا أتعجب من ذلك. لا، لا تتعجب، أنت تعجب من كلامك اللي تقوله. أنت أسقطت وضعك، أنت ولدت في مجتمع مسلم بين أبوين شيعيين، فحين ذاك خرجت بهذه الصورة وتواجدت في المسجد والحسينية وقرأت الكتاب الشيعي إلى آخره، بالتالي أنت أصبحت على قناعة بأن هذا الحق والحمد لله رب العالمين. ولكن ذاك الذي ولد في مجتمع غير مسلم بكل المؤثرات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية التي عاشها، هو عاش في بيئة مختلفة، مؤثرات مختلفة، لا تستطيع أن تقول كيف هو لا يؤمن بما أؤمن به. الصحيح هو أن تضع نفسك مكانه، وحين ذاك تقول هل حين ذاك أنا معذور في قراري هذا؟ هل أنا معذور فيما أتبنى أم لا؟ وحين ذاك سيكون القول، القرار مختلفا تماما. هذه المؤثرات الكثيرة لا نستطيع التغاضي عنها، هي مؤثرات قوية، يجب أن نعطي العذر للطرف الآخر. نعم، إذا أقيمت عليه الحجج وأغلقت كل الأبواب، حين ذاك نقول هذا الإنسان مو معذور، مبين أنه معاند أو يخاف أو عنده مصالح أو يتبع الهوى أو غير ذلك. وأما عادة الأمور ليست هكذا، ولذا لا نسقط أوضاعنا على الآخرين ونحكم، بل علينا أن نضع أنفسنا مكان الآخرين ثم نحكم بعد ذلك. لربما ليس من الممكن التخلص من كل التحيزات الذهنية عندنا، وعلاج هذا الخلل ليس بالأمر البسيط، لأنه خلل مترسخ عبر فترة زمنية طويلة. ولكن يمكننا أن نتخلص من بعض من التحيزات الذهنية على الأقل، وأول خطوة في هذا الإطار أن نتفحص أنفسنا ونشخص أنواع التحيزات لدينا ونوعيتها، ومن ثم نعمل على تجنب الوقوع فيها من خلال إعمال التقوى ومخافة الله عز وجل، وتقوية وتفعيل دور مبادئنا الأخلاقية لتكون هي الحاكمة على تصرفاتنا وقراراتنا ما أمكن، والصبر ثم الصبر في هذا الطريق الشائك. كل ذلك مع إدراك المخاطر العديدة على المستويين الدنيوي والأخروي عند الاستسلام لهذه التحيزات، وبالسماح لها بأن تكون هي مصدر قراراتنا، والتي قد تتعلق بأمور مصيرية تؤثر بشكل كبير على حياتنا الدنيا، أو تستتبعها عقوبات أخروية خطيرة. اللهم بصرنا بأمور ديننا ودنيانا.